السلام عليكم، ازيك شباب؟ عاملين ايه؟ مكملين مع بعض يا شباب؟ شباب الصف الاول الاعدادي، الترم الاول، منهج جديد، حل امتحانات وحل نماذج مع بعض، صفحه 63، النموذج رقم 4. ويا حبايب قلب المستر، وحشني والله العظيم، يعني زي ما بقول لكم كده انتوا حبايبي. يلا يا معلم نبدا مع بعض. وقبل ما نعمل اي حاجه لازم اقول لك ان انت عندك لينك في الديسكربشن، اللي عنده اي سؤال يجري على طول يسال هناك، واللي ما عندوش متفقين ان هو يتنيل يسكت. يلا يا حبيب قلب المستر مع بعض، نموذج رقم 4 صفحه 63 من كتاب الامتحانات بتاع كتاب الامتحان. سؤال رقم 1، زي ما احنا متفقين ان الامتحان لو خد معاك اكتر من 10 دقائق عادي خالص، يعني في امتحانات بتبقى صعبه يا اسطى، وما تقلقش. انا كنت الاول بقول لك انك تبقى احمر بس ما تقلقش، يعني انا بقول لك انت احمر بس عشان تشد حيلك، بس ما تاخدش معاك اكتر من 15 دقيقة يا حمار. اوكي اوكي مستر. رقم ألف، بيقول لي اختار الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة. رقم 1، بيقول لي الجدول التالي يوضح عينات من مواد مختلفة. اوكي، ما العينة التي تصلح مادتها لتصنيع خرطوم مياه؟ واحدة واحدة مع بعض. هل خرطوم المياه ده لازم يكون ليه بريق؟ لا، احنا دي هي اللي معانا ودي لا، ودي معانا ودي لا. اوكي، مرنه لا، دي خلاص كده دي معانا. توصل تيار كهربي، فاحنا كده ما بين ايه؟ مرنه دي ومرنه دي. اوكي، حتى دي غلط على طول، فركش دي، يبقى هي ده، هي عينه رقم 3. ما توصلش كهربا طبعا، مرنه اوكي، لها بريق اوكي، يعني لازم تعمل تشيك على كل النقط اللي معاك يا حبيب قلب المستر. سؤال رقم 2، من المخطط المقابل اي مما يلي يعبر عن ساق الفضة؟ واحدة واحدة. هل هي مادة فلزية؟ نعم، مش لا، افكس دي. اوكي هنمشي كده، هل يتنافر مع القطب الان؟ ملهاش اصلا تأثير، لا. هل ينجذب لاس؟ ملهاش تأثير، يبقى الطريق رقم 4. رقم 3، يعبر عن المعادلة الداخلة والناتجة، او يعبر يعني من عملية البناء الضوئي. عملية البناء الضوئي معادلتها ايه؟ ثاني اكسيد الكربون وميه يطلع لي جلوكوز واكسجين. حصل يا مدير. رقم 4، اي مما يلي يعبر عن سلسلة متفرعة من ذرات الكربون؟ احنا متفقين، نعمل خط. اوكي، الخط ده في حاجة الناحية دي؟ لا. طب ما انا ممكن اطوله الناحية دي كده اهو. اوكي، فانا ممكن امشي الخط ده كده 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 من غير ما احمل حاجز ما بين دي، فدي مستقيمة ليست متفرعة، هات دول كده. هل ينفع ان انا اجيب دي بعد كده اجي اخد دي؟ لا، لازم اخد دي بدي على طول. اوكي، يبقى دي مش في الطرف او مش متطرفه او مش على التفرع، هي في النص يعني، واخده جنب لوحدها، اخدها دي مستقيمه اهي، دي ماشيه يا معلم كده اهو، هتعرف تجيبهم كلهم في خط واحد من غير ما تقطع اي رابطه منها، صح؟ دي ما قطعتش رابط، دي قطعت رابطه اهي. اوكي، في رابطه براها اهي. اوكي يا معلم، اوكي يا مستر. رقم ب، اكتب ما تدل عليه الارقام الاتيه. رقم 1، 1 على 1836 يونت ده كتله الالكترون، بروتون او نيوترون الاثنين 1 يونت، 10 نيوتن كيلو جرام دي شده مجال الجاذبيه الارضيه، 23 ونص زاويه ميل محور الارض. اوكي اوكي يا مستر. رقم ج، اذكر اسم كل مما يلي. رقم 1، اول فلز في مجموعه عناصر الاخر، لا الليثيوم. رقم 2، اللي اي 3، فمش مفيش قبل كده اصلا. اخف المواد الصلبه المعروفه حتى الان، الايروجيل عشان كلها او 98 او 99 نسبه يعني كلها هوا. رقم 3، العضيه الموجوده في خلايا حقيقيه النواه التي تحدث في عمليه التنفس الخلوي، الميتوكوندريا. رقم 2، الف، اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عباره من العبارات التاليه. رقم 1، صوره مختلفه من ذرات العناصر الواحده تتفق في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. تختلف في العدد الكتلي وتتفق في الذري على طول، النظائر. رقم 2، انتفاخات توجد على جذور نبات الفول تعيش بداخلها نوعا من البكتيريا على طول، دي العقد الجذريه. رقم 3، احتجاب ضوء الشمس عن القمر عند وقوع الارض بينهما على خط واحد، دي الخسوف. رقم 4، ظاهره ناتجه عن زياده نسبه CO2 في الغلاف الجوي والذي يسبب ارتفاع درجه الحراره على طول، ده الاحتباس الحراري. زي ما احنا متفقين يا حبايب قلب المستر، اللي ما فهمش حاجه على طول في لينك عندك في الديسكريبشن، اوعى تتاخر ولا تتردد انك تروح تسال هناك. رقم ب، اختر من العمود ب ما يناسب العمود A، واعد كتابه العباره كامله. 1، ريبوسومات، احنا عايزين العضيه وتوجد فين؟ خلايا حيوانيه نباتيه حيوانيه، اوكي الكلام ده، فاحنا نستنى على دي شويه. الخلايا المركزيه او الجسم المركزي موجود في الحيوانيه فقط. النواه توجد
النواة الطبيعية الحقيقية توجد في الحيوانية والنباتية. الريبوسوم يوجد في النباتية فقط؟ لا، افكس على طول الخلايا الحيوانية والنباتية وبكتيريا. رقم جي، الشكل المقابل يمثل جزء من الفئتين S و B في جدول الدوري الحديث، فإذا كان التوزيع الإلكتروني للعنصر 282 لـ X، X اهي اوكي 282، معنى كده ان عدد الذري كام؟ 12 اوكي 12. اوجد رقم واحد، عدد مستويات الطاقة في ذرة بي، فين بي؟ بي اهو، واحنا نازلين بنزود في الدورة مستوى طاقة، ده 3 مستويات طاقة، معنى كده ان بي 4 مستويات طاقة لانها تحتها في الدورة. رقم 2، العدد الذي او العدد الذري للعنصر سي، فين سي؟ سي اهو، ده 12 بعده بواحد يبقى 13 اوكي. رقم 3، فئة العنصر ايه، فين ايه؟ ايه اهو، ده قبله بدورة، ده 2 8 2، شيل مستوى طاقة كامل يبقى 2 2 4، يبقى الفئة هي 2 ايه، يبقى على طول الفئة اس. رقم 4، مجموعة العنصر دي فين دي؟ دي اهو قبل مين؟ قبل ال 2 ايه على طول بمجموعة واحدة يبقى 1 ايه اوكي اوكي يا ماستر، شايف الدنيا سهلة ازاي وعلى السخان بنحل اوكي اوكي يا ماستر. رقم 3، ألف أكمل العبارات التالية بما يناسبها. رقم 1، يعرف كوكب نقط بالكوكب الأزرق نبتون، بينما يعرف كوكب مين بالكوكب الأحمر المريخ. رقم 2، يستخلص البنسلين من فطر البنسيليوم نوتاتم، بينما يسبب فطر بنسيليوم نقط الألوان المميزة لجبن الريكفورت البنسيليوم ريكفورتي. رقم 3، يتكون الميزان من عنصري الكربون والهيدروجين لأنه CH4. رقم 4، عند دلك ساق الأبونيت بقطعة من الصوف يشحن ساق الأبونيت بشحنة كهربية، الأبونيت على طول سالبة وقطعة الصوف تتحول على طول هي لموجب لأن الأبونيت سالب، ما لازم حاجة تبقى موجب وحاجة سالب، الأبونيت دايركت كده سالب، طب الزجاج دايركت موجب اوكي اوكي يا حبيب قلب المستر. رقم ب، خد بالك انا ما بقولش حبيب قلب المستر للي ما بيذاكرش، بدل ما هو حبيب قلب المستر كده هو الحب الحب يعني الشق الشق ده ايه، عيل جامد وبيذاكر. اللي انا مش عايز اشتمه اللي ما بيذاكرش، يعني انا كنت لسه هقول الشتيمه بس افتكرت ان انا ممكن يعني ايه يحصل مشكله معايا فيها، لان انا المفروض راجل مدرس ما ينفعش انزل العيل زي ده، فخلاص يعني انا مش هتكلم عنه لان هو ما يستاهلش ان انا اصلا اجيب سيرته في اي فيديو من فيديوهاتي اوكي. فانت لازم تكون بتذاكر يا حبيب قلب المستر. حدد نتيجة واحدة تترتب على كل مما يلي: واحد، امرار حزمة رفيعة من الالكترونات بين لوحين مشحونين احداهما موجب الشحنة والاخر سالب الشحنة، الالكترونات دي شحنتها سالبة اوكي، هيحصل ايه؟ السالب هيروح للموجب يبقى هينحرف الحزمة دي للموجب. رقم 2، تغطية قصيبات الهوائية في احدى الحشرات لعدة دقائق، يعني انا لو كتمت نفس الحشرة دي الحشرة دي هيحصل لها ايه؟ هتموت. رقم 3، وضع نبات جازانيا به ازهار في مكان مظلم، بدل ما احنا اتكلمنا عن حاجة في مكان مظلم يبقى اكيد ده من اللي بيتظلم على طول يبقى هتتدلى وتتقارب من بعضها والكلام الحلو ده اوكي. رقم 4، يعني انا بقول لك بالمفهومية والحب عشان خاطر انت انا بعلمك ازاي تحل وانت في الامتحانات اوكي، يعني يعني كمعلومة انها تغلق الازهار اوكي. طيب انت مش جت في دماغك فانت في مكان مظلم هتتدلى وتتقارب والكلام الحلو ده، تتقارب بس عاوز تقولها قشطه يعني عشان خاطر تدي المعنى في كل النباتات مفيش اي مشاكل. زياده المسافه بين مركزي جسمين ماديين على طول المسافه زادت يبقى الجاذبيه هتقل. رقم ج، طب الكتله زادت الجاذبيه تزيد اوكي. ادرس الشكلين المقابلين ثم استنتج: واحد، العدد الذري للعنصر اكس، فين اكس؟ اهو 1 2 3 4، اتنين اهم اوكي، واتنين واتنين واتنين، اتنين واتنين اربعة واتنين ستة، ادي كده معاك 8 اوكي، يبقى كده العدد الذري ده 8. العدد الكتل للعنصر واي، فين واي؟ عدي عداد، 2 ماشي، 1 3، بدل ما احنا وصلنا للتالت يبقى 2 ماشي في اول مستوى، وهنا على طول ده 8 بس اتأكد 2 و2 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 كده 8 1 كده كام دول؟ 11، يبقى العدد الكتلي كام؟ 11 بلس النيترونات اللي هم 12 يبقى 23. رقم 3، رمز كل من الايون الذرتين اكس وواي،
طب بص بقى، عشان خاطر ايه تبقى عارف ان انا ما خدتش بالي من الحلو اللي مقطط ده. طيب ده يبقى 12، هنا العدد الذري 12 بتاع الواي. طب الكتلي 12 و12 4، تعالى هنا 24. طب اكس هنا الايون بتاعها ده كام بره؟ 2. نبص بقى على كله عشان ما انساش تاني. 2 و2 و2 ادي كده 6، يتفضل له كام عشان يوصل لل8؟ 2. 2 الكترون يبقى بالسالب، يبقى سالب 2، يبقى رمز الايون اكس سالب 2. اوكي ده الاكسجين في الاخر يعني. واي فين واي؟ واي اهو ده 2 اهم، واحد اهي وواحد اهي. في حاجه تاني بره عشان خاطر الغلطه اللي احنا غلطناها دي ما نغلطهاش تاني. طيب ما فيهاش حاجه تاني، يبقى اخر 2 هيفقدوا لان هم اقل من 4، يبقى واي موجب 2 لانه هيفقد الكترونين. اوكي اوكي يا مستر. رقم 4 الف علل لما ياتي. رقم 1 خليه اليوجلينا غير متخصصه لانها بتتكون اساسا من خليه واحده. رقم 2 لا تصنع علبة البوصلة من الحديد عشان ما يأثرش على المجال بتاعها فبالتالي يأثر على الاتجاه. رقم 3 خليط الرمل مع بارات الحديد لا يعتبر من المحاليل عشان هما غير متجانسين. رقم 4 استقرار التركيب الالكتروني لذرة النيون لانها غاز خام المستوى الاخير لها مكتمل بالالكترونات فبالتالي لا تشترك في التفاعل الكيميائي. رقم بقى وضح بالرسم. 1 خطوط القوى الكهربية لشحنة موجبة. الشحنة الموجبة ان احنا متفقين انها موجب، بيطلع منها الحاجات، 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 بتطلع منها الحاجات، بتطلع منها الحاجات. اوكي اوكي يا مستر. رقم 2 التوزيع الالكتروني لذرة التريتيوم. التريتيوم معنى كده ان هو عدده الكتلي 2. اوكي طب عدد الذري اساسا هو الهيدروجين 1، فوزع الكتروني 1 بس، هو عايز ان موجب او سالب 2 وموجب 1. اوكي فهنا الواحد اهو يا معلم، اعمل على دي الاول النواه بعد كده ادي معاك مستوى طاقه فيه 1 الكترون. رقم 3 تركيب لويس لذره عنصر الكربون سي 6. 2 خلصنا منهم، ادي 1 2 3 4. اوكي اوكي يا مستر. رقم ج في الشكل المقابل ماذا يحدث لطول الظل المتكون عند انتقال الدراجه من النقطه A الى النقطه B؟ فين A؟ A اهي. اوكي فين B؟ B اهي. هو هيبقى وهو هنا كده تحت عمود الاناره مباشره، يبقى ظله هيقل بعد كده لما يوصل لB تاني هيزيد تاني عشان خاطر بعد شويه وخد زاويته يا معلم ويا حبيب قلب المستر. وبكده حبيب قلب المستر اكون خلصت معاك حل النموذج رقم 4، والى اللقاء في حل النموذج رقم 5 بإذن الله تعالى، ومستمرين مع بعض يا حبايب قلب المستر. سلام.